مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من شوط إضافي تتابعونا فيها. نهاية دور المجموعات في يورو 2024 بتأهل البرتغال وتركيا وجورجيا عن المجموعة السادسة، ورومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا تبلغ دور 16 عن المجموعة الخامسة، وأوكرانيا تودع البطولة. قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 تضع اليابان وأستراليا والسعودية والبحرين في مواجهات معقدة بالمجموعة الثالثة. تأهل المنتخب التركي لثمن نهائي يورو 2024 بفوزه على تشيكيا بهدفين لهدف، وذلك على ملعب فولكس بارك بهامبورغ في ختام دور المجموعات. تقدمت تركيا بالهدف الأول في الدقيقة 51 عبر هاكان شالهان أوغلو قائد الفريق، وأدرك توماس سولتشيك التعادل في الدقيقة 66، ومنح البديل جينغ توسون هدف الفوز للمنتخب التركي في الدقيقة 94. ورفعت تركيا بهذا الفوز رصيدها إلى 6 نقاط لتحتل المركز الثاني خلف البرتغال بعد خسارته أمام جورجيا بهدفين دون رد، لتحصد نفس العدد من النقاط. لكن أفضلية المواجهات المباشرة رجحت كفة رفاق كريستيانو رونالدو، في حين تذيلت تشيكيا المجموعة بنقطة واحدة وودعت البطولة. أما جورجيا فتأهلت لدور 16 بحلولها في المركز الثالث. هذا ووصف مدرب المنتخب التركي فيتشينزو مونتيلو تأهل فريقه إلى دور 16 بالتاريخي، كما أشاد المدرب الإيطالي بقائد الفريق هاكان شالهان أوغلو ووصفه باللاعب المتكامل بعد أن أسهم هدفه في الفوز على التشيك، عاصفا لمسته الأخيرة بأنها من الطراز العالمي. وصف مونتيلا منافسه المقبل النمسا بأنه فريق يتمتع بقوة بدنية واضحة ويقدم أداء سلسا وهو منظم بصورة جيدة، لكنه قال إنه يفضل التركيز على ما حققه لاعبوه الشبان تحت وطأة ما وصفه بالضغط الهائل وغير العادل. هذا وأقام المشجعون الأتراك احتفالات خارج أسوار ملعب المباراة في هامبورغ بعد فوز منتخب بلادهم على تشيكيا والتأهل لدور 16. في أجواء الاحتفالات أيضا نزل المئات إلى شوارع العاصمة الجورجية تبليسي بعد أن حقق منتخب بلادهم فوزا مفاجئا على البرتغال بهدفين دون مقابل، وتأهلوا لأول مرة في تاريخهم إلى دور 16 وفي أول مشاركة ببطولة كبرى.
تأهل المنتخب البلجيكي إلى ثمن نهائي يورو 2024 عقب تعادله مع أوكرانيا دون أهداف في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة. وفي المواجهة الأخرى بذات المجموعة تعادل المنتخب الروماني مع نظيره سلوفاكي بهدف لمثله لتخرج أوكرانيا من المنافسات. أمر غريب وفريد من نوعه حصل في المجموعة الخامسة في بطولة يورو 2024، فهي المجموعة الأولى في تاريخ هذه البطولة التي تشهد فوزاً واحداً وخسارة واحدة وتعادلاً واحداً لكل منتخب من المنتخبات الأربعة في مبارياتها الثلاث، لتعود الصدارة لمنتخب رومانيا بأربع نقاط فله هدف واحد، إذ سجل 4 أهداف واستقبل 3 أهداف. احتل المنتخب البلجيكي مركز الوصافة بأربع نقاط أيضا، إذ له هدف فسجل 2 واستقبل هدفا وحيدا. أما سلوفاكيا فجاءت 3 بأربع نقاط وفارق الأهداف 0، لأنها سجلت واستقبلت نفس عدد الأهداف، فيما جاء المنتخب الأوكراني في المركز الأخير بأربع نقاط، لكن شباكه تلقت أكبر عدد من الأهداف من بين المنتخبات الأربعة ورصيده ناقص 2. هذا وأصيب الأوكرانيون في كييف بخيبة أمل عندما غادر منتخب بلادهم بطولة اليورو بعد التعادل أمام بلجيكا دون أهداف، حيث تجمع الآلاف بالعاصمة في أحد الأحياء، ذلك لمشاهدة المباراة المصيرية لفريقهم على شاشة كبيرة، ولكن تم إقصاء المنتخب الأوكراني بفارق الأهداف ليحتل المركز الأخير في المجموعة الخامسة خلف سلوفاكيا. إذن انتهى دور المجموعات في يورو 2024، ونحن الآن بانتظار المرحلة المقبلة، إذ ستشهد مواجهات الدور ثمن النهائي أو دور 16 صداما قويا بين فرنسا وبلجيكا، وباقي المباريات ستكون أقل قوة، لكن هذا على الورق، لأن الأداء على أرض الملعب هو من يحدد المنتخبات الفائزة والمتأهلة للدور ربع النهائي. الحديث أكثر عن الفرق المتأهلة لدور الستة عشر في يورو 2024، ينضم إلينا من القاهرة مدرب حراس المرمى في نادي الزمالك والصحفي الرياضي أحمد صلاح. مساء الخير، أهلا ومرحبا بك كابتن. أهلا بحضرتك أستاذ وسيم، وأسعد دائما بوجودي مع حضرتك في برنامج الرائع شوط إضافي، وعايز أحيي حضرتك وأحيي كل العاملين في البرنامج عندنا في مصر كلنا بيتابعوا البرنامج وجميع الدوريات اللي حضرتك بتعرضوها. أهلا ومرحبا بك وشكرا لك. جميع المنتخبات الكبرى تأهلت إلى دور 16، لكن برأيك من أقنع ومن لم يقنع؟
طبعا عايز اقول لحضرتك يعني الدور 16 خلينا نتكلم ان هي بطوله جديده. يعني احنا شفنا دوري المجموعات يعتبر انا من وجهه نظري كانت بطوله كان فيها مفاجآت، كان فيها يعتبر الكبار ما ظهروش بالمظهر القوي بشكل كبير جدا. شفنا المنتخب المقنع الوحيد اللي نقدر نقول عليه المقنع المنتخب الاسباني، ظهر بقوه، شايف ان هو قدر يكسب الثلاث مباريات، اداء مقنع بشكل كبير جدا، عنده افضل اللاعبين بصراحه، وشايف ان المنتخب الاسباني كمان بيتطور بشكل كبير جدا، وشايف ان هو في الفترات القادمه في كاس العالم القادم هيقدم اداء رائع. يجي بعديه على طول المنتخب الالماني برضه كان مرشحين بالبطوله بقوه، لكن شفنا في المباراه الاخيره اللي لعبها والتعادل 1-1 برضو ادى بعض الشعور بعدم الاريحيه لجماهيره في المباراه الاخيره خاصه بعد التعادل. لكن المنتخب الاسباني هو المنتخب الاقوى لحتى الان في البطوله، الاضعف من وجهه نظري حتى الان المنتخب الايطالي اسباليتي بصراحه استاذ وسيم شايف ان هو مش عارف يتعامل بشكل كبير جدا مع اللاعبين الموجودين معاه، وايضا ساوث جيت مدرب المنتخب الانجليزي شايف ان هو برضو مش عارف يتعامل مع افضل لاعبين موجودين في البطوله حاليا اللاعبين المنتخب الانجليزي. لكن ساوث جيت حاليا مش عارف يتعامل مع اللاعبين بشكل جيد جدا. شفنا تعادلين مخيبين الامال وفوز في مباراه وحيده بهدف عكسي، فشايف ان المنتخب الايطالي والمنتخب الانجليزي كنا فاكرين ان هم هيبقى افضل من كده، كانوا مرشحين بقوه البطوله، لكن المنتخب الاسباني والمنتخب الالماني هم حتى الان دلوقتي الافضل. المنتخب الاسباني يعتبر كمان هو افضل منتخب، احرز 5 اهداف ما دخلش فيه ولا هدف حتى الان. المنتخب الايطالي 8 اهداف ودخل فيه هدفين، فهم الافضل حتى الان. نعم، ماذا عن المنتخب البرتغالي الذي يضم في صفوفه العديد من اللاعبين الذين يعتبرون الأبرز على مستوى العالم، لكنه خسر بالأمس أمام جورجيا ولكنه تأهل أيضا كمتصدر للمجموعة. إلى أين ترى المنتخب البرتغالي يمكن أن يتقدم في يورو 2024؟ عايز اقول لحضرتك المنتخب البرتغالي كله كان بيتكلم ان هو هيقدم اداء قوي جدا. شفنا كان في دفعه قويه جدا قبل اليورو، شفنا رونالدو كان بيطلع في الاحداث الصحفيه بيتكلم ان المنتخب البرتغالي دخل البطوله دي ان هو هيحرزها بشكل كبير جدا. منتخب البرتغال عنده لاعبين من افضل اللاعبين الموجودين برضو في بطوله اليورو بصراحه. لكن خلينا نتكلم برضو المدير الفني لغايه دلوقتي مارتينيز، التوليفه بتاعته قدر في اول مباراه يظهر بشكل جيد جدا، كان منتخب التشيك كان متقدم عليه بهدف، شفنا ريمونتادا ولا اروع للمنتخب البرتغالي وقدر ان هو يحرز هدفين ورجع للمباراه بشكل جيد جدا. لكن الاداء برضو ما كانش مقنع بشكل كبير جدا. شفنا المباراه الثانيه امام تركيا بصراحه استاذ وسيم ان هي افضل مباراه للمنتخب البرتغالي، قدر ان هو يخطف المنتخب التركي. من وجهه نظر المنتخب التركي اضاع اكثر من هدف، لو كانوا دخلوا كان ممكن نتيجه المباراه تتغير بشكل كبير جدا. لكن المنتخب البرتغالي قدر ان هو يفوز ب3 اهداف، لكن الاداء كان افضل اداء ليه في خلال الـ3 مباريات. لكن مباراه جورجيا بصراحه المنتخب البرتغالي يعتبر ما كانش موجود يا استاذ وسيم، يعني المنتخب البرتغالي في خلال المباراه مارتينيز ما تعاملش مع المباراه بشكل جيد جدا، لعب بطريقه 4-3-2-1 ما طبقهاش بالشكل المطلوب. المنتخب البرتغالي عنده افضل لاعبين، عنده كريستيانو رونالدو، فيليبس لياو سيلفا، دول افضل لاعبين موجودين حاليا. لكن لغايه دلوقتي مارتينيز ما قدمش الاداء المقنع مع المنتخب البرتغالي ان هو يبقى مرشح الاول للبطوله. نعم، هذا عن المجموعه السادسه. المجموعه الرابعه شهدت ظهور الحصان الاسود للبطوله الى حد الان، منتخب النمسا الذي تاهل متصدرا على حساب فرنسا وايضا المنتخب الهولندي. الى اين يمكن ان يصل المنتخب النمساوي، وما رايك باداء هذا المنتخب مع مدربه رالف رانجنيك؟ عايز اقول لحضرتك هتبقى مواجهه قويه جدا مع المنتخب التركي، انا شايف ان هي مواجهه هتبقى من افضل المباريات اللي هنشوفها في دور ال 16. منتخب النمسا خلينا نتكلم بصراحه وسيم ان هو ما كانش يعني انا من وجهه نظري ان هو يصعد اول كانت مستبعده بشكل كبير جدا، يعني منتخب النمسا يصعد على فرنسا وهولندا وكمان بولندا اللي احنا برضو قلنا ممكن يبقى المنتخب الفرنسي الاول ومنتخب هولندا رقم 2 وبولندا 3. شفنا منتخب النمسا ان هو بيرجع من ورا لقدام وبيصعد اول المجموعه. انا شايف ان المنتخب النمساوي يقدم اداء رائع، بيعرف يلعب كره جماعيه. الكره الجماعيه المنتخب النمساوي وسيم بصراحه شايف ان هي من افضل المنتخبات في دوري المجموعات اللي بيلعبوا كره جماعيه. عايز اقول لحضرتك المنتخب النمساوي في اول مباراه كله قال لك ان الاداء كان الى حد ما كانش بالشكل الجيد امام المنتخب الفرنسي وخسر بهدف مقابل لا شيء، لكن شفنا اداء ولا اروع امام المنتخب
الهولندي وقدر ان هو يفوز بثلاث اهداف مقابل هدف، واداء الاروع امام منتخب هولندا بصراحه كانت مفاجاه بالنسبه لي، الفوز بثلاث اهداف مقابل هدفين كانت مباراه بصراحه رائعه وكان فيها سجال بين المنتخبين. لكن خلينا نتكلم ان رالف المدير الفني المنتخب النمسا بيعرف يطبق التردد من الدفاع للهجوم بطريقه 4-2-3-1، بيعرف يطبقها بشكل كبير جدا رالف. وعايز اقول لحضرتك المنتخب النمساوي كمان عنده لاعبين شايف ان هم ظهروا بشكل جيد جدا، يعني عايز اقول لحضرتك ان المنتخب النمساوي عنده بوش وبابراس وسويلد، دول من افضل اللاعبين الموجودين في المنتخب النمساوي، في حتى كمان الطريقه الدفاعيه المنتخب النمسا شايف ان هي ساعدته بشكل كبير جدا يا استاذ وسيم. نعم، اريد ان انتقل اكثر لنتوسع قليلا بالحديث عن المنتخب الانجليزي. هذا المنتخب ايضا يضم في صفوفه لاعبي الدوري الاقوى على الصعيد العالمي، جود بيلينغهام يلعب في ريال مدريد، اضافه الى نخبه لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز مثل فيل فودن وايضا حارس المرمى بيكفورد. هذا المنتخب ما سبب تراجعه في هذه البطوله؟ هل اللاعبون الانجليز يتحولون الى شبه فقاعات في البطولات الكبرى، ام ان المدرب ساوثغيت ليس له قدره على تطوير مهارات واداء وتكتيك المنتخب الانجليزي في ارض الملعب؟ عايز اقول لحضرتك خلينا نتكلم ان ساوث جيت تعيين المنتخب الانجليزي، انا من وجهه نظري ان هو عشان خطر ان هو يعتبر انجليزي، من وجهه نظري الصحافه والاعلام في انجلترا شايف ان سبب من الاسباب الكبيره جدا اللي ضغطت بشكل كبير جدا لتعيين ساوث جيت للمنتخب الانجليزي. المنتخب الانجليزي خلينا نتكلم بصراحه استاذ وسيم، افضل لاعبين وافضل توليفه موجوده في اليورو من وجهه نظر او في العالم حاليا في الفتره الحاليه هو المنتخب الانجليزي. المنتخب الانجليزي لو هنتكلم حدث ولا حرج، يعني جود بيلينغهام يعتبر من هدافين العالم حاليا، هاري كين من هدافين العالم حاليا، يعني انت عندك دلوقتي افضل اثنين لاعبين فروده موجودين عندك على مستوى العالم مش قادر تستغلهم بشكل كبير جدا، عندك فودن ارنولد ستونز ساي عند. لكن خلينا نتكلم ان ساوث جيت وسيم مش عارف ان يعمل الارتداد بتاعه من ان هو يطلع من نص الملعب للهجوم. ليه؟ لان هو حاليا بيلعب بطريقه عشوائيه. خلينا نتكلم يعني عايز اقول لحضرتك كمان بيقعد يغير طريقته، يعني هو بيلعب ب 4-3-3 بيخليها 4-3-2-1 و 4-3-1-2، فهو مش عارف لغايه دلوقتي يعمل توليفه للمنتخب الانجليزي ان هو يعرف ان هو ينافس وان هو ينافس على البطوله. لحتى الان المنتخب الانجليزي تعادلين وفوز واحد، شايف ان هو ما قدمش الاداء لجميع المشجعين الانجليزي ان هم كانوا بيتمنوه. لكن ساوث جيت خلينا نتكلم هو اللي تحمل الاداء الكارثي للمنتخب الانجليزي. نعم. ساوث جيت يعتبر طريقته عقيمه بشكل كبير جدا يا استاذ وسيم. نعم، سريعا ولو سمحت، اولى مباريات دور ال 16 ستكون بين ايطاليا وسويسرا يوم السبت المقبل، هل يمكن ان تحقق سويسرا المفاجاه في ظل عدم توازن اداء المنتخب الايطالي بين المباراه الاولى والثانيه والثالثه؟ عايز اقول لحضرتك انا من وجهه نظري، يعني في ناس اتكلمت بشكل كبير جدا ان المواجهه ممكن تبقى سهله للمنتخب الايطالي، لكن انا من وجهه نظري ان دي ممكن تبقى اولى المفاجات للمنتخب السويسري. لكن خلينا نتكلم بالنسبه لي حتى الان استاذ وسيم لسه فاكر ان هو لسه ماسك نابولي، نادي نابولي مش واخد باله ان هو ماسك منتخب الايطالي، المنتخب اللي هو يعتبر اخر نسخه لليورو هو اللي حصل عليها. لكن عايز اقول لحضرتك ان المنتخب الايطالي في دوري المجموعات ما نقدرش نحكم عليه بشكل كبير جدا. المنتخب الايطالي في دوري المجموعات بنشوف ان هو بيصعد بصعوبه، بيصعد دلوقتي حاليا مركز ثاني، وقبل كده كان كمان بيصعد افضل توالد. فالمنتخب الايطالي ما نقدرش ان احنا نقول ان هو هيخسر بكل سهوله من المنتخب السويسري، لكن انا شايف ان هي هتبقى مباراه قويه جدا، شايف ان المباراه ممكن تروح لاشواط اضافيه وركلات ترجيح كمان، لان المنتخب السويسري منتخب منظم بشكل كبير جدا، منتخب مدير فني بيعرف يطبق خطته في الملعب واللاعبين كمان بيساعدوه على كده، عكس سباليتي اللي طريقته بصراحه شايف ان هي مش شبيهه لساوث جيت في الطريقه في العقم التهديف اللي احنا بنشوفه كمان. نعم، أشكرك جزيل الشكر من القاهرة مدرب حراس المرمى في نادي الزمالك وصحفي الرياضي أحمد صلاح، شكرا جزيلا لك. طبعا بشكر حضرتك استاذ وسيم وبسعد دايما وبتشرف بوجودي مع حضرتك، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لكل العاملين في برنامج شوط اضافي، ودايما في مصر هنا بنتابع كل البرنامج ودايما بنتابعه بشغف. يعني شكرا.
أسفرت قرعة الدورة الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن مواجهات قوية بين المنتخبات، وتقام منافسات الدور الثالث بين أيلول 2024 ويونيو 2025، حيث تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ست منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك لتحجز ست من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي. أما المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع ومجموعها ست منتخبات فسوف تتنافس فيما بينها ضمن الدور التأهيلي الرابع. وجاءت نتائج القرعة كالشكل على النحو التالي: المجموعة الأولى ضمت إيران، قطر، أوزبكستان، الإمارات، قرغيزستان وكوريا الشمالية. المجموعة الثانية شهدت تواجد خمس منتخبات عربية وهي العراق، الأردن، عمان، فلسطين، الكويت، إلى جانب كوريا الجنوبية. فيما ضمت المجموعة الثالثة الحديدية منتخبات اليابان، أستراليا، السعودية، البحرين، الصين وإندونيسيا. انتهت حلقة شوط إضافي لهذا اليوم، دمتم بألف خير.